هل تعلم أخي الحبيب أن العلماء اليوم يعالجون الاكتئاب بالنظر إلى اللون الأخضر، بالنظر إلى الحدائق التي تثير السعادة والبهجة في النفوس؟ ينصحون مرضى الاكتئاب بضرورة التجول بين الأشجار في الغابات، في الحدائق التي تتميز بالأشجار واللون الأخضر والزهور وغير ذلك. هذا الأسلوب ذكره القرآن قبل 14 قرنا، ربما تعجبون في أي آية. الله تبارك وتعالى عندما وصف الحدائق كيف وصفها؟ قال سبحانه وتعالى: حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. هذه الآية تصف الحدائق بأنها ذات بهجة، أي أنها تثير البهجة والسرور في النفس. وعلماء النفس اليوم يستخدمون النظر إلى الحدائق لإثارة البهجة في النفوس وعلاج الاكتئاب، فالحمد لله رب العالمين.